أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نرحب بكم في المحاضرة 13 والتي فيها نتحدث عن Common Types of Variables in Research، أشهر أنواع المتغيرات في البحث العلمي. What is variable? Variable is a characteristics of a person, object or phenomena that can taken on different values and have an effect on the experiment of the study. هو خاصية مميزة لشخص أو كائن أو ظاهرة يمكن أن تأخذ قيم مختلفة ويكون لها تأثير على تجربة الدراسة. هذا هو تعريف المتغير أو الـ variable. A variable is not only something that we measure, but also something that we can manipulate and something we can control for. المتغير ليس فقط شيء نقيسه، ولكنه أيضا شيء يمكن التلاعب فيه والتحكم فيه. على سبيل المثال، for example، لو تحدثنا عن the age of a person، عمر الشخص. عمر الشخص يمكن أن يتخذ قيما مختلفة. مثلا إنسان عمره 10 سنوات، إنسان عمره 20 سنة، عمره 30 سنة، 40 سنة، ما إلى ذلك. إذا القيم المختلفة التي أخذها عمر الشخص، تمام، جعلته يسمى متغير. فأصبح الإيج أو عمر الشخص سميناه متغير. ليش؟ لأنه يمكن أن يأخذ قيم مختلفة. أمامنا هنا أيضا example of variables are، أمامنا عدة أمثلة variables: الـ weight in kilogram، الـ height in centimeters، الدخل الشهري، marital status، job satisfaction، مدى رضا الوظيفة، الوظيفي لو احنا عملنا score من 1 إلى 5، مكان السكن، حالة المرض disease condition، تمام، يعني present or absence of disease، يعني موجود المرض أو مش موجود، تمام يا أحباب. فأصبح إنه أي شيء بيأخذ قيم مختلفة أو يمكن التعبير عنه بقيم مختلفة نسميه variable أو متغير. طيب، أنواع الـ variables، types of variables used in scientific research. هناك 5 أنواع للمتغيرات تستخدم بشكل رئيسي في الأبحاث العلمية أو في البحث العلمي. هل هذا معناته أنه فيش غيرهم؟ لا، هناك أنواع أخرى، لكن هذه الخمسة هي الأنواع الخمسة الأشهر. وإن كانت المدارس، تمام، مدارس يعني البحث العلمي تتكلم في أنواع أخرى أو نفس الأنواع هذه لكن بمسميات أخرى. النوع الأول dependent variable أو المتغير التابع أو المتأثر. ونحفظ المتأثر، dependent variable هو المتغير المتأثر، وعندنا هنعرف متأثر في مين. النوع الثاني dependent variable أو المتغير المستقل أو المؤثر. المتغير المؤثر يعني اسم الفاعل، لكن dependent متأثر اسم مفعول. النوع الثالث control variable، المتغير المسيطر عليه أو المحيد أو المضبوط، سميه ما شئت. النوع الرابع moderating variable، المتغير المعدل. النوع الخامس confounding variable، المتغير الدخيل أو المشوش. تمام. الآن سنتطرق لكل واحد من هذه الأنواع الخمسة على حدة. The first one dependent variable، المتغير التابع أو المتأثر. Dependent variable تعريفه is the variable that is used to describe or observe or measure the problem under the study and its changes in response to the independent variable. هو متغير يصف أو يلاحظ أو يقيس مشكلة البحث، عشان هيك احنا بنسميه أحيانا المتغير المشكلة البحثية. هو المتغير الذي يصف أو يلاحظ أو يقيس مشكلة البحث أو المشكلة البحثية قيد الدراسة اللي احنا بندرسها، ويسعى الباحث للكشف عن تأثير المتغير المستقل عليه. يعني أصبح المتغير التابع أو المتأثر هو يتأثر بالمتغير المستقل أو المتغير المؤثر، زي ما عدنا هنعرف. تمام، نحفظ التعريف ونخليه في بالنا.
2 المتغير المستقل أو المؤثر، والذي يعرف في الإنجليزية independent variable. Independent variable. Independent variable called an experimental or predictor variable is a variable that are being manipulated in an experiment in order to describe or observe or measure their effect on independent variable اللي احنا سميناها تو الاستاد بروبلم. المتغير المستقل هو متغير يتحكم او يغير الباحث في مستوياته ومقاديره في الدراسة. الدراسة بتاعتنا ممكن تكون التجربة، ليصف او يرى او يقيس اثر هذا التحكم او هذا التغيير على المتغير التابع. مشكلة الدراسة. رب سائل يسأل، طب حضرتك يا أستاذ شرحت لنا المتغير المتأثر اللي هو المتغير الديبندنت وشرحت لنا الاندبندنت، لكن احنا حاسين ان الامور معانا تاهية. قالت العرب قديما وفي المثال يتضح المقال. الآن سنتحدث عن الأمثلة. عندي أنا الاندبندنت فاريبل المتغير التابع أو المتغير المستقل أو المتغير المسبب أو المؤثر. influences it's changing in يجري تأثيره أو يؤثر على مين؟ على الدبندنت فاريبل زي ما تو عرفنا من التعريفات. أصبح الاندبندنت فاريبل عمين بيأثر على الدبندنت فاريبل، عشان هيك بسمي الاندبندنت فاريبل متغير التأثير الكوز أو المتغير المسبب، لكن الديبندنت فاريبل أو المتغير التابع بسميه متغير الإفكتس متغير التأثر. لأن لما عملت أنا مانيبوليشن تلاعب في المتغير الاندبندنت أكيد حقيس مقدار هذا التلاعب عند مين؟ عند المتغير الديبندنت. حتى تتضح الأمور الآن في المثال التالي. قدامي مثال أنا. Example 1. In a study of relationship between histamine doses and hydrolysis levels. بدنا نشوف في عنا دراسة لقياس تأثير اللي هو تناول حبوب أو كبسولات الهستامين على مستوى النعاس. عندي 4 أشخاص، الشخص الأول، الثاني، الثالث، الرابع زي ما حضراتكم شايفين. الشخص الأول ما أعطيناهوش شيء، يعني ما أعطيناهوش أي حبة هستامين. الشخص الثاني أعطيناه حبة هستامين واحدة، الشخص الثالث أعطيناه حبتين هستامين، الشخص الرابع أعطيناه 3 حبات هستامين. نشوف ايش اللي صار. الشخص الاول ما خدش هيستامين، الراجل ما زال يعني مستيقظ ولا يشعر بالنعاس. الشخص الاول بلش يحس في شويه نعاس، الشخص الثاني اللي اخذ حبتين، الشخص الثالث اسف اللي اخذ حبتين بلش النعاس عنده مدريت، الشخص الرابع اللي اخذ 3 حبات نام، دخل سليبنج نام. فاصبح لو انا سالتكم وقلت لكم حددوا لي المتغير الاندبندنت او المستقل او المؤثر او المسبب، اسمعوا الثلاثه الاندبندنت، حتقول لي اكيد المتغير المسبب او الاندبندنت فاريبلز هو واضح 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 انه مين؟ ان الهستامين دوزز، الهستامين دوزز جرعات الهستامين. طبعا اشكال المتغير 1 حبه واحده، حبتين 2 أو 3 مقدار او عدد حبات الهستامين هي الاندبندنت فاريبل. طب المتغير المتأثر المتغير التابع او متغير الدراسة اللي هو الدروسنسز ليفل مستويات النعاس، المستوى الاول فيو رايته في الشخص الثاني، المستوى الثالث اللي هو مودريت رايته في الشخص، المستوى الثاني مودريت رايته في الشخص اللي هو الثالث، المستوى الاخير سليبنج نام الشخص هذا وجدته في المستوى مين؟ الرابع. فاصبح التأثير المتغير المؤثر اللي هو مين؟ الهستامين دوزز، المتغير المتأثر اللي هو الدروسنسز ليفلز، المتغير الاندبندنت او المستقل هو الهستامين دوزز، المتغير التابع او المتأثر اللي هو مين؟ الدروسنسز ليفل. بعتقد ان الامور هيك صارت اوضح، الامور صارت اوضح. الانسان لما بياخذ هستامين تحت تأثير الهستامين يشعر بالنعاس. Example 2. In a study of a relationship between smoking and lung cancer. شوف علاقة التدخين مع اللنج كانسر. لو سألكوا سؤال أنا يعني بسيط جدا، هو اللي بدخن بصير معه سرطان رئة ولا اللي بكون اللي بصير معه سرطان رئة بدخن؟ أكيد حتكون الإجابة منطقية، الإنسان اللي بدخن ممكن يصير عنده سرطان رئة. فأصبح الإجابة هي في السؤال. كيف الإجابة في السؤال؟ المتغير
الاندبندنت او المستقل او المؤثر او المسبب هو مين؟ السموكينج. المتغير المتاثر او التابع او الديبندنت فيريبل هو مين؟ اللنج كانسر، لانه الانسان اللي بدخن حصير عنده ايش؟ لنج كانسر، فاصبح التدخين يؤدي الى اللنج كانسر. عشان هيك suffering from lung cancer with the value yes or no تمام would be the dependent variable. The smoking with the value no or yes no أو عدد اللي هو الباكيتات أو عدد العلب اللي بدخنها الشخص هي the independent variable. واضحة الفكرة؟ The independent variable متغير التأثير، متغير المستقل. Example 3 عندي دراسة Example 3 عندي دراسة من خلالها بدي أعرف effect of biofertilizer X on a plant growth. عندي دراسة من خلالها بدي أعرف تأثير اللي هو الفرتلايزر X. فرتلايزر حضرتكم عارفين اللي هو المواد المخصبة للتربة. في فرتلايزر اسمه X. باحثين يعني أنتجوا بدهم يشوفوا تأثيره على نمو النبات. أصبح الاندبندنت فيريبل هو إيش؟ إضافة الفرتلايزر X على التجربة. طب الاندبندنت فيريبل لما ضفت الفرتلايزر اكس ايش صار؟ ايش نتج؟ نتج عندي بلانت ممكن يكون نما او ما نماش، النمبر اوف ليفز زادت عدد الاوراق او قلت، النمبر اوف فروتس طلع عندي ثمار او ما طلعتش ثمار. اصبح نتيجه اضافه الفرتلايزر اللي هي بكون عندي الديبندنت فيريبل. الديبندنت فيريبل هو تاثير الفرتلايزر. الديبندنت فيريبل ما النتائج التي ترتبت على إضافة الفرتلايزر. فتأثير الفرتلايزر على نمو النبات العنوان بكون عندي الاندبندنت فيريبل أو المتغير المستقل أو المؤثر أو المسبب بكون الفرتلايزر أو البيوفرتلايزر أو السماد أو المخصب. الاندبندنت فيريبل بكون البلانت جروث نمو النبات، المتغير التابع أو المتأثر هو نمو النبات، واللي بنعبر عنه ونقيسه من خلال عدة متغيرات اللي هو ممكن اقيسه في المسطرة طوله، طول النبات يعني ارتفاعه، number of leaves عدد الاوراق زادت قلت، number of fruits وما الى ذلك، اي طريقه ممكن اعبر فيها او من خلالها على نمو النبات. تمام يا احباب؟ تمام. مثال اخر، لو كان انا عندي amount of water independent variable متغير مستقل او مؤثر، عندي little water much water، little water ايش كان تاثيرها؟ short النبات كان قصير. الافكتس لاحظوا حضراتكم، فالديبندنت اللي هو متغير الافكتس او النتيجه. طب لو انا عندي ماتش زدت ميه، الاندبندنت فيريبل المتغير تبعي كان ميه زياده، اصبح المتغير التاثر حيكون عندي النبات اكبر. طيب عندي فيرتلايزر اللي هو سماد قليل النبات صغير، سماد كثير النبات كبير. لاحظين حضراتكم كيف ارتباط المتغير التابع او المتاثر يعني الديبندنت فيريبل بي 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 المتغير المستقل او المؤثر او المسبب اللي هو الديبندنت فيريبل ارتباط وثيق، ارتباط وثيق. تجربه او دراسه رابعه نفس الفكره ايضا. طيب النوع الثالث من انواع المتغيرات هو المتغير المسيطر عليه او المحيد، احنا بنسميه الكنترول فيريبل. الكنترول فيريبل فيريبل ان اكسبيرمنت ويتش ماست بي هيلد كونستانت no changing that they don't have an effect on the dependent variable. هو متغير يثبته الباحث محاولا الغاء تاثيره على المتغير التابع في الدراسه لانه تحت سيطرته بهدف تقليل مصادر الاخطاء في التجربه. ملاحظه من طرق الغاء الاثر اللي احنا بنسميها الضبط في التجربه، الحذف والعشوائيه والعزل، وسنتطرق اليها ان شاء الله ان سنحت الظروف. المتغير المسيطر عليه يستخدم أحيانا كمعيار بناء عليه يقاس تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، وعندنا حنشوف الآن في المثال. في دراسة عندي دراسة عن in a study of effect of different liquids on plant growth. في عندي دراسة لقياس تأثير عدة سوائل على نمو النبات. عدة السوائل ممكن تكون ماء، عصير، سائل آخر محضرينه باحثين، سائل جديد يعني سوائل تستخدم للسقاية. طيب عندي أدوات التجربة، عندي ثلاث نباتات، عندي سوائل مختلفة تمام، وطبعا الثلاث نباتات موجودة في أوعية A B C. الاندبندنت فيريبل طبيعي يكون عندي المتغير المستقل أو المؤثر أو المسبب تمام، اللي هي إيش؟ نوع السائل. example نوع السائل.
طبعا بعملش اي تغيير، لازم يكون ثابت. المتغير المستقل لازم يكون ايش؟ ثابت. The one thing you change limit to only one in an experiment. في التجربة هذه عندي حيكون المتغير المستقل نوع السائل، عندي انواع، في مية، في جوس، في عصير، في سائل اللي هو الاكسبيرمنت محلول، يعني محضرينه الباحثين في التجربة محلول ثالث. طيب الديبندنت فاريبل، طبيعي حيكون الديبندنت فاريبل اللي هو الاثر اللي صار بعد اضافة او الاثر اللي صار على النبات بعد السقاية، بعد السقاية. طب ايش الاثر اللي صار على النبات؟ التغير اللي صار على النبات، تمام، اللي هو البلانت جروث. يعني ايش صار؟ النبات نمي، يعني بلانت جروث زاد ولا قل؟ النبات جروث بعبر عنه بحجم الاوراق، زادت ولا قلت؟ ظهور الثمار، زادت ولا قلت؟ طول النبات طول ولا ظل صغير؟ فلاحظوا حضرتكم الديبندنت فيريبل اكزامبل ذا هاي اور ذا هيلث اوف ذا بلانت، وطول النبات او صحه النبات بنعبر عنها في الاوراق والثمار. قيد تركيزنا او اللي تحت دائره الضوء عندنا اللي هو الكنترول، اللي هو المتغير المتحكم فيه او المضبوط. طيب طبيعي انه لما انا بدي اجري الدراسه هذه، الغرض من الدراسه هذه بدي اشوف انا السوائل الثلاثه الموجودين قدامي هنا، يعني حتى حاطين في الاول ميه او كولا مثلا. السوائل الثلاثه عندي كولا، عندي جوس، عندي ميه. السوائل الثلاثه الموجودين امامي هذول بدي اشوف تاثيرهم على نمو النبات، تمام. طيب بقول لك انه الكنترول فيريبل فيه لازم انا اضبط عده امور. الان انا عشان اقدر اقيس تاثير السوائل فقط ولا شيء دون السوائل، لا شيء دون السوائل على نمو النبات، فلازم اضبط امور. ايش الامور لازم اضبطها او اتحكم فيها؟ ايش الامور لازم اعملها كنترول؟ المتغيرات اللي لازم اتحكم فيها. قال لك نوع النبات لازم فيه الوعاء الاول والوعاء الثاني والنوع الثالث يكون نفس نوع النبات. يعني اذا استخدمت بازيلا في الوعاء A لازم في الوعاء B استخدم بازيلا، في الوعاء C بازيلا، بازيلا بازيلا بازيلا. ما بنفعش الوعاء الاول بازيلا، الثاني فول، الثالث احط على سبيل المثال نعنع، ما بنفعش. فلازم اضبط نوع النبات. وايش كمان؟ لازم اضبط نوع التربه. التربه في النوع لو مثلا طينيه طينيه طينيه، في الوعاء A طينيه، في B طينيه، في C طينيه. ايضا لازم اضبط كميه السائل. اذا ضفت انا نص لتر من السائل الاول الكولا مثلا، لازم من الجوز نص لتر، لازم من الميه نص لتر. طيب اضافه الى ذلك حجم الوعاء وحجم التربه، نفس الشيء في الاوعيه الثلاث وهكذا. المتغيرات اللي انا ضبطتها هذه بسميها الكنترول فيريبل. طب انا ليه ضبطتها؟ عشان اكون دائره التركيز تبعته ودائره الاهتمام فقط 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 في نوع السائل، نوع السائل فقط. طب لو انا تجربتي كانت التربه، فيش مشكله، بدي اثبت السوائل كلها في الثلاث اوعيه واحط الاول تربه طينيه مثلا في الوعاء الاول، الوعاء الثاني تربه رمليه، في الوعاء الثالث تربه خليطه مثلا طينيه. فهيك بكون دائره اهتمامي تاثير نوع التربه على نمو النبات، بطل تاثير السائل على نوع النبات، فهيك صارت دراسه اخرى. تمام يا حباب؟ تمام. فاصبح الامور اللي تحكمت فيها وضبطتها، ايش الغرض منها؟ ان انا انه انا تكون الدراسه احيد تاثيرها على مين؟ احيد تاثيرها على نمو النبات، واركز 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 فقط على تاثير اللي هو السوائل على نمو النبات، لانه دراستي تستهدف معرفه تاثير السوائل وليس نوع التربه وليس كميه السائل وليس حجم التربه والمتغيرات الاخرى. تمام يا احباب؟ تمام. طبعا في الاستدي اللي تكلمت عنها بكون عندي جروث اوف بلانت والديبندنت فيريبل، زي ما حكيت الانديبندنت فيريبل هو الانواع المختلفه من اللي هو السوائل اللي استخدمناها. الكنترول الامور اللي ضبطتها، نفس نوع النبات تايب اوف بلانت، بوت سايز اللي هو الوعاء نفس الحجم، كميه السائل، حتى نوع التربه نفس الشيء. كل هذه الامور في الاوعيه الثلاثه لازم تكون نفس الشيء، نفس الشيء. ليش؟ عشان احيد تاثيرها. يعني لو استخدمت الاوعيه الثلاث واحد من الاوعيه حطيت فيه رمل، ممكن واحد يقول لي معلش ممكن النمو هذا اللي صار بزياده مش سببه ان انت سقيت على سبيل المثال بجوز، سببه انه رمل بدل اللي هو طينه. الوعاء الاول كان طينه، الوعاء هذا رمل. فبالتالي عشان احنا ما نتوهش وما يصيرش عندنا تشتت، لازم نثبت كل المتغيرات الاخرى. ومتغير واحد نتلاعب فيه ونتحكم فيه لو المتغير الاندبندنت هو اللي نتلاعب فيه. ما تمام؟ زي الاندبندنت عندي كان تايب اوف ووتر، تايب اوف اللي هو تايب اوف ليكويد، نوع السائل. لاحظوا حضراتكم
type of variables and the independent. مين اللي تحكمنا فيه؟ اللي هو الاندبندنت طبعا هنا اللي هو الميه، الديبندنت اللي هو نمو النبات، الكنترول الامور اللي ضبطناها نوع التربه وحجم الوعاء تمام وكميه التربه وما الى ذلك، هي الامور التي بقيت دون كنترول فيري، هي الامور التي بقيت دون تغيير. دون ايش؟ تغيير. ليش ابقيناها دون تغيير؟ عشان نقيس تاثير الاندبندنت فيريبل او المتغير المستقل او المتغير المؤثر قياس حقيقي، عشان لما حدا يقول لي طب ممكن التربه كان لها دور، ممكن على سبيل المثال الحجم الاناء، ممكن حجم الماء، اقول له لا يا عمي انا مثبت كل المتغيرات، فقط اللي متلاعب فيه اللي متلاعب فيه واللي مغيره قاعد بقيس تاثيره هو فقط الاندبندنت فيريبل تبع اللي هو نوع السائل. تمام؟ طيب النوع الرابع المتغير المعدل، وكلمه معدل يعني ايش؟ بأثر. كلمه معدل يعني بأثر او بعدل تاثير شيء على شيء. متغير المودريتنج فيريبل is the variable which changes the strength of an effect between independent and dependent variable، هو المتغير الذي قد يغير في الاثر الذي يتركه المتغير المستقل على المتغير التابع. احنا متفقين ان المتغير المستقل بأثر على المتغير التابع، مين ممكن يغير بالاثر يضعفه او يقويه او يزيده او يقلله؟ اللي هو المتغير المعدل. تمام؟ لو ضربت انا مثال على اللي هو المتغير المعدل، على سبيل المثال لو انا عندي اللي هو علاج نفسي اللي هو طبعا السايكوثيرابي، السايكوثيرابي ممكن يقلل الستريس اللي هو ايش؟ الضغوطات النفسيه فور وومن مور ذان مين. اصبح تاثير المتغير تاثير العلاج النفسي على الحاله النفسيه لا ادلتس للبالغين. واحد بيقول لي ممكن يكون الجندر هنا متغير معدل، كيف؟ قال لك العلاج النفسي بيأثر بشكل افضل على الستات اكثر من اللي هو الرجال، فاصبح تاثير المتغير المستقل على التابع مين اللي تلاعب فيه وضعفه او زاده او قلله؟ قال لك المتغير المعدل. لو عندي المثال هذا الاندبندنت فيريبل طبيعي حيكون العلاج النفسي، السايكوثيرابي الاندبندنت فيريبل اللي هو مين؟ الحاله النفسيه تمام، الستريس ليفل اللي هو مستويات الضغوط. طيب لما اقول لك انا انه الستات تاثرهم اكثر مثلا من الرجال او العكس طبعا، هقول مين اللي عمل مودريتنج تمام تخفيف او زياده او نقصان لتاثير المتغير المستقل على المتغير التابع؟ حتقول لي المودريتنج فيريبل هو الجندر. عشان هيك ايش بقول لي السايكوثيرابي مي ريدوس ستريس ليفل فور وومن مور ذان مين. طب بما انه العلاج النفسي هذا بيأثر لي او بقلل الضغوطات النفسيه او يعمل على تقليل الضغوطات النفسيه عند النساء اكثر من الرجال، اصبح هو متغير موديفايد مودريت، يعني عدل لو تاثير المتغير المستقل اللي احنا حكينا عنه اللي هو العلاج على المتغير التابع اللي هو الستريس ليفل. تمام يا احباب؟ طب ايش الكنترول فيريبل؟ اكيد الكنترول فيريبل لازم اجيب ستات من نفس الفئه او رجال وستات من نفس الفئه العمريه، ستات ورجال يعني بيعمل على سبيل المثال نفس المكان الجغرافي او من نفس المكان الجغرافي، نفس الظروف المعيشيه، كل هذا الامور لازم اثبتها. لو ضربنا مثال ثاني، طب بدنا مثال ثاني يعني اوضح. سبيل المثال لو في عندي دراسه مثلا بدي اشوف تاثير وسائل الاعلام على مستوى وعي الناس تجاه جائحه كورونا، بالذات احنا في جائحه كورونا، بدي اشوف وسائل الاعلام ايش تاثيرها على مستوى وعي الناس تجاه الجائحه. هل الناس ازداد اهتمام في النظافه الشخصيه او قل؟ هل الناس ازداد اهتمام في التباعد الاجتماعي او قل؟ هل الناس ازداد اهتمام في تعقيم البيت وتعقيم البيئه او قل؟ بدنا نعرف. فلو سالتكم انا ايش متغير معدل ممكن يعدل تاثير وسائل الاعلام، نفترض وسائل الاعلام تاثيرها ايجابي على زياده وعي الناس واهتمامهم، ايش متغير معدل؟ انا ممكن اقول لك مستوى التعليم الادوكيشن ليفل، اكيد الناس المتعلمين ومعهم شهادات هيكون وعيهم اكبر وتاثرهم اكبر في وسائل الاعلام من الناس المش متعلمين. ممكن متغير موديفايد اخر، ساعات الجلوس امام وسائل الاعلام، واحد بيجلس 3 ساعات في اليوم على وسائل الاعلام على الفيسبوك او على التلفزيون وبتابع الاخبار، زي واحد بيقعدش في المره، طبيعي انه اللي بيجلس ساعات اكثر حيكون تاثره اكبر في ايش؟ في وسائل الاعلام، بالتالي سلوكه تحسن افضل، سلوكه الشخصي ونظافته الشخصيه تحسنت اكثر تجاه الوقايه من كورونا. متغير موديفايد اخر،
اهتمامات الشخص في وسائل الإعلام. واحد اهتمامه في وسائل الإعلام يقعد يلعب ببجي، زي واحد اهتمامه يتابع البرامج الثقافية والصحية، واحد اهتماماته في وسائل الإعلام على سبيل المثال اهتمامات يقرأ في التاريخ ويقرأ في الجغرافيا، زي إنسان اهتماماته يتابع في الصحة وفي العلوم. هاي أمثلة على modified variables أخرى. تمام. خمسة، confounding variable أو المتغير الدخيل أو المشوش أو المربك، سميه ما شئت. Confounding variables, extra variables that have uncontrolled hidden effect on dependent variable. المتغير الدخيل هو أحد أنواع المتغيرات المستقلة، يعني هو نوع من المتغيرات المستقلة والتي تؤثر على المتغير التابع تأثيرا غير مرغوب فيه. يعني متغير مستقل يؤثر على المتغير التابع تأثير غير مرغوب فيه، لا يستطيع الباحث إيقاف تأثيرها لأنها لا تخضع لسيطرته. طب متغير دخيل بده يخرب لي التجربة ويأثر على التجربة تأثير غير مرغوب فيه، وأنا مش قادر أتحكم فيه، مش قادر أقول وقف في الكنترول، قلنا إيه بدنا نقول وقف، كيف وقف؟ وحدت نفس اللي هو التربة، وحدت نفس حجم الإناء، وحدت نفس كمية الليكويد المضاف، وحدت نفس اللي هو نوع الإناء، ما إلى ذلك، كلها وحدت. أصبح قدرت أنا أضبط المتغير الكنترول، لكن متغير الدخيل الكونفاوندر أنا مش قادر أتحكم فيه. تمام، نشوف مثال كيف يعني بدنا نفهم تأثير المتغير الدخيل. لو أنا عندي دراسة تهدف هذه الدراسة لكشف العلاقة ما بين عدم ممارسة الرياضة مع زيادة الوزن. If you are researching if a lack of exercise has an effect on weight gain. عدم ممارسة الرياضة يؤثر على زيادة الوزن. طيب متفقين lack of exercise is the independent variable. تمام؟ weight gain is the dependent variable. متفقين. الكونفاوندينج، ايش متغيرات ممكن تأثر لي او تخلي او تحاول تشوش على تأثير lack of exercise على weight gain، تأثير الاندبندنت فيريبل على الدبندنت فيريبل. على سبيل المثال من هذه الامور اللي ممكن تؤثر على زيادة الوزن اللي هو الدبندنت فيريبل وانا بقدرش اتحكم فيها، نوع الطعام المستهلك. انا قاعد ايش بتاكل، نوع الطعام له تاثير، لكن انا بقدرش اضبط الناس اللي بيشاركوا في الدراسه اقول انت لازم تاكل هيك ما تاكلش هيك، صعب. طب عدد الكيلو كالوري، كم كيلو كالوري اكله؟ انا ممكن اجري الدراسه، تعالوا يا جماعه الخير انت بتاكل كتير، قديش بتاكل؟ والله باكل 3 وجبات في اليوم. قديش كيلو كالوري؟ انا مش عارف قديش كيلو كالوري. 3 وجبات، في الوجبه تبعته 1000 كيلو كالوري، في الوجبه تبعته 10000 كيلو كالوري. طيب تمام، عدد الوجبات. طيب نسبه اللي هو الدهون لنسبه البروتين لنسبه الكربوهيدرات في الوجبات، هذه امور ما بقدرش اضبطها، بقدرش اضبطها واتحكم فيها. فهذه امور بتنغص على الباحث وبتنكد عليه، لكن بقدرش يحيد تاثيرها. الحاله النفسيه، احنا بنعرف اللي بكون على امتحان او بكون زعلان تمام او بكون قلق بياكل كثير. طبعا ايش عرفني لما انا رحت سجلت اكل 3 وجبات في اليوم انه وجباته كانت ضخمه، لانه كانت حالته النفسيه متضايق خايف مثلا او مترقب، فبالتالي اكل بشكل كبير. فهذه اللي هو المتغير الدخيل او المتغير المربك او المشوش، متغير مفروض علي وغصب من عنا حيأثر على الدراسه تمام، وانا مش قادر اتحكم فيه، مش قادر اقول له لو سمحت تتاثرش، لو سمحت انت ممكن تخرب علي النتائج، لو سمحت انت ممكن تضعف دقه النتائج. فايش الحل في القصه؟ احنا بنحاول قدر الامكان نقوم باجراء دراسات فيها عدد متغيرات مشوشة أو دخيلة قليل، نجتهد أنه إحنا إيش يكون عدد دراسات بأقل confounders. هذا اللي نقدر نسويه فقط لا غير. أنت كويز، طبعا هذا الكويز هتحلوه في البيت وتجاوبوني عنه وترسلوا اللي هو الحل عبر الموديل، إن شاء الله هنزلوك إياه على الموديل اليوم. حدد أنواع المتغيرات الخمسة من عنوان البحث التالي: أثر استخدام طريقة المعلم البديل على تحصيل الطلبة في مساق البيولوجيا مثلا. بدي أعرف إيش المتغير المستقل، المتغير التابع، المتغير المسيطر عليه، المتغير المعدل، المتغير الدخيل. جاوبوني في العربي، جاوبوني في الإنجليزي، في اللغة اللي بدكم إياها، المهم الفكرة والعلم يصلني. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، أسأل عز وجل لكم التوفيق ونلقاكم في المحاضرة الأخيرة القادمة بإذن الله من المساق.